وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من المكلا الدكتور محمد الكسادي المحلل الاقتصادي. أهلا بك معنا دكتور في هذه النشرة. في البداية، كيف سيساهم هذا البنك في رفض العملية الاقتصادية في المكلا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد؟ أولا مساكم الله بالخير والمشاهدين وكل من في الاستديو وغد المشرق، قناة غد المشرق. بالطبع المكلا الآن تشهد حراكا مجتمعيا اقتصاديا تتضافر فيه الجهود بين المجتمع وجهات التمويل. بالطبع هذه افتتاح البنوك ممكن تساهم في القضاء على البطالة والفقر، وأيضا تحسين الدخل الأسر المنتجة لو أنها هذه البنوك اتجهت نحو تمويل المشاريع الصغيرة small medium sized enterprises. هذه المشاريع الصغيرة حتى في الهند موجودة وزارة كاملة لتطوير هذه المشاريع والأعمال الحرة الصغيرة، لأن فيها إبداع فيها ابتكار وهذا. وفي تجربة في السودان أيضا، هذه تجربة ناجحة حول تمويل المشاريع الصغيرة. فياليت أن البنوك هذه بدل ما هي تحمل شعارات أنها تمويل أصغر ميكرو فاينس، أنها تحول هذه إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمنتجات الاستهلاكية وهذا، وبالذات تمويل الأسر ذات الاحتجاج الشديد والمنتجة، يعني الطبقات اللي بتنتج في المجتمع والنشطة. من هنا ممكن نستفيد من هذه البنوك استفادة تامة. أما إذا كان وجهت هذه التمويلات إلى جهات غير مستحقيها، أعتقد أننا لن نستفيد من هذه الظاهرة الاقتصادية الموجودة عندنا بالمحافظة. طيب دكتور، ما هي تحديات القطاع المالي والمصرفي في حضرموت، وخاصة مثل ما ذكرنا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وأيضا طبعا السياسية والاقتصادية في جميع المجالات؟ التحديات هي إعادة الثقة للقطاع المالي وخاصة قطاع البنوك النشاط البنكي، يعني إعادة الثقة والمواطنين إعادتهم إلى البنوك. وهذا تقريبا ما قام به البنك المركزي الآن من تأسيس هذه البنوك التمويل الأصغر، سواء كان البسيري أو بندول أو عدن أو هذا اللي في المناطق المحررة. أعتقد هذا هي في بدايتها ظاهرة صحية، لكن الخوف وهو من خاف أن تتحول إلى ظاهرة غير صحية بعد كده. البنك المركزي على مهمة وهو دعمها هذه البنوك الأصغر في تمويل المشاريع الصغيرة متناهية الصغر SMEs. لو البنك المركزي ضبط هذه الأمور، أعتقد أن بتعود العجلة عجلة التنمية، وبتساهم هذه البنوك في الدفع بالركود الاقتصادي أيضا في القطاع على البطالة والفقر الذي يشهده الآن الوطن. طيب دكتور، كما استمعنا للتقرير، مالك البنك ذكر نقطة مهمة جدا وهو يتحدث عن تمويل المشاريع الزراعية. ما أهمية دعم هذه المشاريع الصغيرة ودعم القطاع الزراعي بشكل خاص في رفض الاقتصاد الوطني؟ بالطبع دعمه في الاكتفاء الذاتي أولا، يعني نحن الآن في حضرموت نحتاج إلى مزارع، سواء كان في وادي حجر عندنا نهر من المياه، يعني عندنا نهر ما شاء الله، نحتاج إلى تنمية زراعية وخاصة في قطاع النخيل، لأن عندنا النخيل بدل ما نستورد من الخارج نحقق اكتفاء ذاتي ثم نصدر. أيضا عندنا الطماطم، عندنا المنتجات الزراعية، عندنا السمكية موجودة ما شاء الله حباها الله ومحافظة حضرموت بكل الخيرات. فلذلك لو سخرت هذه الأموال أو سخرت التمويلات ذات أبعاد اجتماعية بحيث أنها تخدم المجتمع وتخدم الاقتصاد الوطني، يعني عندما تشتغل الأسرة الفقيرة، عندما نشغلها نقضي على البطالة، وأيضا زيادة في الناتج توزيع الدخل، يعني بيزيد دخلهم وبالتالي توزيعه، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي الخير يعم يعني على الجميع. أنا أشكرك، كنت معنا مباشرة من المكلا الدكتور محمد الكسادي المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.